الله معكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم طبخة صيامي. أهلا وسهلا أم رزق. أهلا خورية، شو رح تعملي لنا اليوم؟ اليوم بدنا نعمل طبخة زاكية، هي اسمها رز دفين، ناس بسموها رز دفين أو ناس بسموها قدرة، فإن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله. زي ما عودناكم رح نبلش برنامجنا بصلاة ما قبل الطبخ. المجد لك أيها الإله الأزلي، مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته، أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم، وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مبارك إلى الأبد، آمين. هلا عندنا المكونات للرز الدفين. طبعا بدنا نحط زيت بالطنجرة، نحمي الطنجرة، نحط زيت نباتي 3-4 معالق. بهالوقت هذا بدنا نحط البصل، نخلي البصل يتقلى شوي، حبة واحدة بصل، حبة كبيرة. بعدين بنضيف عليها التومة اللي بنكهها، هاي الطبخة اللي بنكهها التومة. يعني الكل رح يستغرب انه كيف مع الرز رح نحط تومة مع البصل. بس هي الصراحة هاي زكوتها هاي الطبخة. وعملنا اليوم البصل شبر، مش مقطع ناعم، عشان يطعم مع الرز. بهالوقت لبين ما يتقلى رح نحط الحمص هون. يعني هاي الأكلة أم رزق مكوناتها الأساسية الرز والحمص. رز وحمص والبصل والتومة مع تشكيلة البهارات اللي هي رح تعطيها النكهة الحلوة. فهون عنا الرز 3 كاسات من الحبة الطويلة، عنا علبتين حمص. طبعا في ناس بحبوا هم يعملوا يسلق الحمص، أو بتفتحوا علبتين حمص. إذا ممكن استخدام المعلبات، أو إذا بتحبوا تنقعوا الحمص طبعا نقع. اللي بيحب يستعمل حمص ناشف بنقع قبل بيوم وبده ينسلق. بنقع قبل بيوم مسلوق. بعدين بنسلق وبعدين نستعمله. تمام. فهلا بدنا نحط عليه، لانه 3 كاسات رز بنحط 3 معالق وشوي ملح. 3 وشوي بنحط معه هذا الكمون معلقه، برضه هاي كمان حسب الرغبه، لأنه مش الكل بيحب الكمون، بس هو بيقولوا كتير منيح مع الحمص عشان ما ينفخ. هو مع كل أنواع البقوليات مزبوط كلامك، لأنه بنفخ. بنحط مع ربع معلقة كركم، معلقة صغيرة قرفة، معلقتين صغار بهار. أي نوع بهارات مشكلة بالضبط؟ بيصير أنا هون عشان عاملة قرفة وبهار سادة، عامل البهار السادة مش بهار، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود طبعا حسب الرغبة. نخليها كمان شوي وبعدين نحط التومة عليها، وريحة البصل مع التومة كتير زاكي. شوي بس هيك منقلبها التومة عشان تاخذ شوي من الزيت تتقلب. ولما تحطيها تتقلب ما بتحطي عليها ولا ملح ولا شيء؟ لا لا لا، احنا لانه حاطين على الرز. بس كمان الناس بحبوا يحطوا التومة اسنان، يعني الحبة كاملة. انا قطعتها لانه يعني يمكن تعطي نكهة اكثر. صح، طعم اكثر.
هذه قليل ناس بيسووها الطبخة يا خورية، بس هي صراحة طبخة فلسطينية. هاي الطبخة صاحبتي دلتني عليها ودائما صرت أسويها، من الطبخات الزاكية والمشهورة هناك. اللي هي نفسها بسموها المدفونة، صح؟ مدفونة أو قدرة أو رز التين. حتى في ناس بدال الرز بيستعملوا برغل، برغل خشن. كمان برضو بصير. ففي عنا عدة خيارات لنسوي الأكل، كل واحد على حسب رغبته وعلى حسب عيلته إيش بتحب إنها تأكل. بس البصل والثومة هون أساسي، لأنه هو اللي بيعطي الطعم. أنا بحب أسألك دايماً بكل الأكلات إيش الأساسي وإيش اللي بالرغبة، لأنه في ناس يمكن يقولك ما بدي أحط ثومة. بس هون بهاي الأكلة، هلأ اللي ما بيحب طعم الثومة كثير زي ما قلتي بيقدر يحطه، وبتقدر تستغني عنها مثلاً كمان إذا حدا ما بده، بس وبقدر يحط حبة كبيرة وممكن بعدين يشيلها يعني عشان الطعم. هلأ شايفة بدنا ندير الرز عليها ونحضر المي المغلية. المي المغلية جاهزة. عيار المي لثلاث كاسات رز بدنا حوالي 4 كاسات مي مغلية. برضو بنرجع بنقول هذا الرز اللي هو الرز الحبة الطويلة. هلأ ممكن اللي بحب يستعمل رز مصري، رز مصري برضو بصير طبعا، بس لكل كاسة تقريبا الرز المصري بدك كاسة وربع مي. لهذا بدنا حوالي كاسة ونص تقريبا. إذا عيار المي بس الواحد لازم ينتبه له، بس هو بزبط أي نوع رز. بزبط طبعا. حطينا كركم بيعطيه، فيه كثير فوائد الكركم وبيعطيه لون حلو. شفت لما تخربشت البهارات كلياتها مع بعض. بستغل المي عليه، بدنا نستنى 10 دقائق لبين ما تنشف. حطي لنا 4 كاسات هون. 4 كاسات. ممكن الناس بيحبوا يكون لونه أصفر أكثر، يحطوا كمان زيادة كركم. فهذا راجع للواحد كيف متعود إنه يسوي الأكل يعني. هلا طبعا بدنا نستنى عليه لبين ما تغلي المي وتنشف ميته، وبعدين ننوطي. بتخليه على نار، هلا على نار حامية. لا لبين ما تنشف ميته راح احكي لكم شوي عن صلاة يسوع. هلا الصلاة بشكل عام استراحة للنفس، تجعل الانسان في صلة مع الله. صلاة يسوع هي صلاة قصيرة جدا لكن قوية جدا. لما نمسك المسبحة ونقول ايها الرب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، أولها رح نمسك المسبحة ونضلنا نصديها بالمسبحة، بعدين رح توصل لمرحلة إنه عندما يعتاد عليها الفكر تنزل إلى القلب، ليجتمع الفكر والقلب معا فيصلي المؤمن من كل قلبه وذهنه وفكره في هذه الصلاة القصيرة التي هي عظيمة في مفعولها. نطلب الرحمة من الرب، نعترف بأننا خطأ، نستطيع ترديدها في كل زمان ومكان. أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. وإحنا بنطبخ، وإحنا ماشيين، وإحنا بالسيارة، بأي وقت، وإحنا بنرتب البيت، وإحنا بننظف، أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ. هي صلاة قصيرة جدا لكن قوية جدا. صدقي خورية إذا عودنا أولادنا حتى وهم وصغار يبلشوا يرددوها دائما، فبتصير عندهم كعادة لما يكبروا، لما يدرسوا، لما يشتغلوا، إنه هذا الإشي موجود بقلبهم وبعائلهم. هي الآباء القديسين بيحكوا عندما يتعب اللسان من ترديدها يبدأ الفكر في ترديدها. حلو. فهي فعليا هي الصلاة، هي أقوى صلاة، صلاة أيها الرب يسوع المسيح ارحمني أنا عبدك الخاطئ. فيها اعتراف، فيها تواضع،
ويا ريت انه كلنا نقدر نوصل لمرحله انها ترتبط الفكر مع القلب ونرددها طلب الرحمه والمحبه من ربنا. يعني ايش احلى من هيك انه دائما نضلنا ننادي اسم يسوع أكيد. بحياتنا اكيد. فاحنا بنطبخ واحنا بنقطع دائما صلاه يسوع كثير حلو انها تضلها على لساننا. ايش السلطه اللي رح تعملي لنا اياها اليوم ام رزاء؟ اليوم نعمل شيء الكل بحبه اللي هو التبوله. يا سلام. مميزه للكل والكل بحبها. طبعا التبوله تصلح لكافة الأوقات والأزمان. صيام مش صيام، التبولة طيبة. مظبوط. وحلو إنه نتعلم العيارات الصح للتبولة، لأنه مرات بنضل نجرب نزيد ننقص، بدها إشي ناقصها إشي. فخلينا نحكي هون على شوية العيارات اللي موجودة عندنا هون. كوبين أو ضمتين بقدونس طبعا مغسول ومفروم، بدنا نحط معه بندورة برضو كمان مفرومة. نحن هون الصراحة بشوف الواحد العين أيام هي اللي بتميز قديش بدك تحطي الكمية. صح. يمكن نكون فرمين كتير أو يمكن نحتاج بدنا أقل شوي. هلأ بس هدول تقريبا هدول حبتين بندورة كبار مع ضمتين بقدونس، ومبدئيا طبعا إحنا نحط شوي شوي لبين ما نشوف معي نشوف كيف بس نخلط ونشوف قديش بتتحمل. يمكن تتحملهم كلهم او بدنا نزيد. هلا شوي شوي دائما بنزيد الاشياء قبل ما يطلع كثير او قليل. فشوفي برضه بتتحمل. اذا على اللون على المنظر على العين هي اللي بتشوف وبتعرف تميز هاي الاشياء. اذا ضمتين بقدونس مع حبتين بندوره كبار او ممكن ثلاثه وسط اللي بده يستعمل حجم اصغر. طبعا نحن بنحكي الاشي العام وبعدين هم راح يشوفوا. وهون في عنا ضمه نعنع اخضر مفروم وكمان حبه بصل اخضر مفرومه. كمان البصل الاخضر كثير بنكحها وبيعطيها طعم مميز. حبة واحدة بصل أخضر، وطبعا ممكن اللي بيحبه زيادة بيقدر يزيده، بس هذا بتخيل أكيد برضه مناسب. غسلنا البرغل، برغل أحمر استعملنا، بس أنا كثير حبيت إنك أنت نقعتيه بالليمون. بالليمون وبصير أحمر بصير كمان أبيض بس ناعم. وبنحط عليه بعد ما نغسله بنحط عليه من الليمون حتى يتشرب. وبرضه كمان هون بنزيد شوي شوي لأنه نشوف قديش قديش بيتحمل معنا. هي ريحتها التبولة مميز وبتشهي والكل بحبها. حطينا ملح. هلأ لو سمحتي خورية تعطينا الليمون والزيت عشان نخلطهم مع بعض. هلأ عنا هون ربع كاسة زيت، زيت زيتون طبعا. أم رزق أظن صار لازم أوطي. صح؟ صح. نشفت المي. نشفت المي كملي. هلا عنا هون كمان ليمون. هلا لو نقعنا البرغل بليمون برضه بتاخذ صح؟ بتحمل بتتحمل التبولة بتتحمل وبرضه حسب الرغبة أكيد صح؟ أكيد. يعني بحط بحبها مالحة أكثر بيقدر، اللي بحبها حامضة حتى في ناس ندوق ونجرب إحنا. بالضبط. حتى في ناس بحبوا يحطوا فلفل حار. صح. بس انا ما بحب احط لانه للاولاد الصغار عشان ما يضايقهم. يعني مزبوط. فهلا هيك بتكون صارت جاهزه. بتصور البرغل معاها منيح. هلا المدفونه او الرز اللي تفين هذا هلا ما بنحركه صح؟ لا ما لبن ما تنشف ميته. هلا نشفت ميته بدنا نستنى عليه كمان ربع ساعه حتى يستوي الرز. مزبوط مزبوط. خورية كثير ريحتها زاكيه وبتشهي. تبوله دائما مميزه مع البصل الاخضر. هلا انا بدي احكي لكم شوي عن فوائد البقدونس ما دام احنا اليوم استعملنا عملنا التبولة واستعملنا كمية منيحة من البقدونس. البقدونس هو مصدر مهم جدا لمضادات الأكسدة، مصدر غني بفيتامين ألف، معادن البوتاسيوم والمنغنيز، فيتامين سي، غني بالحديد. يعني احنا خصوصا هلا التبولة طبعا دائما نعملها، بس خصوصا في فترة الصيام
هاي كمان الفيتامينات كتير مهمة إنها تكون موجودة على سفرتنا، وزي ما شفتوا هي ما بتاخد وقت كتير على فكرة تحضيرها. معلش يعني صح فرم البقدونس فرم البندورة، بس يعني هو طبق زاكي كتير والكل بيحبه، يعني حتى إذا في أطفال ما بيحبوا السلطة مستحيل ما بيحبوا التبولة. أكيد، عشان هيك نحن دائما بنتشجع نعمل لهم الأشياء يعني اللي نعنع بيحبوها. نعنع، بقدونس، يعني كل هاي الأشياء مفيدة، بصل أخضر، مزبوط. كل شيء حطيتيه مفيد ودائما بتطلع زاكية. خلينا نشوف بس هلأ إذا الرز استوى، يمكن يحتاج كمان شوي، بس شوفي خريه اللون كيف صار جميل. شوي بدنا نحركه عشان ما بدنا اياه يلزق بالطنجره. هلا على الواطي شوفي حتى لونه بتحرك. حتى لونه طلعي كيف كثير حلو طالع مع الكركم. بتصور بدنا نستنى عليه كمان شوي صغير. تمام، إذا نستنى تقريبا 10 دقائق لبن ما يستوي الرز. أها، إذا بعد 10 دقائق بنرجع لكم. هلا مروا ال 10 دقائق أم رزق، الرز جاهز. نشوف. شوفي خريه شريحته شو حلوه. ممتاز. بس اقول لك خريه معلش خلي هالدقيقتين لبين ما بدنا نعمل نحن العيار. هلا غريبه بدنا نسوي نوع الحلو غريبه. تمام، اذا الغريبه نطفي اذا ممكن النار. تمام، والغريبه بدنا نستعمل سمن نباتي سكر ناعم وطحين ورشه صغيره ملح ولوز للتزيين. بس هلا لانه السمنه بدها شوي نخفقها لبين ما يصير لونها ابيض. بعدين بنضيف عليها بقيه المكونات. خلينا نحط انا هون حاطه كاسه سمنه، بس هلا رح نستعمل نص العيار. طبعا سمن نباتي. سمن طبعا سمن نباتي. فهلا رح احط نص العيار ونخليها تخفق لبين ما يصير لونها ابيض. تمام، إذا نص كاسة سمنة. أيوة، نص كاسة سمنة، نص كاسة سكر ناعم، وكاسة وربع طحين. تمام، بس هاي مكونات الغريبة. هاي هي، ولا أسهل من هيك. شايفة؟ هلأ بدنا نحط بس السمنة. لازم بدها شوية وقت لبين ما تنخفق كلياتها وتصير لونها أبيض إذا ممكن. خلينا بهالوقت لبين ما تنخفق يصير لونها أبيض، شو رأيك ندير الرز لأنه استوى؟ شايفة؟ لا عن جد لازم تجربوها بس عشان تشموا الريحة اللي عم بشمها كتير زاكية. احنا هيك عملنا بنعطي للناس لأعزائنا المشاهدين وأحبابنا طرق مختلفة حتى إنهم يعملوا لأولادهم بالصيام ما يحتاروا. في عنا كتير أكل صيامي وزاكي وكله بشهي. صحتين وهنا على قلب الكل. ومنحب طبعا دايما لما نتجربوا هالأكلات اللي عمالنا منسويها انكم تقولوا لنا كيف عم بيعجبكم، كيف طعمه زاكي ولا لا. يعني مبدئيا انا بحكي لك جربت اللي انا جربت اللي عملتيه وكله طلع اشي بشهي كتير طلع زاكي. يعني الكل عم بسمع قديش وصفاتك سهلة ومكوناتها كلها من البيت كلها موجودة. شوفي نعمل بتصور بتكفي. رح نعمل هون شوي صغيرة هيك عشان نحط من ال طبعا شوية هيك نتفة بقدونس بيعطيه شوية منظر مع الحمص الحب، لأن الحمص هو المكون الأساسي للرز الدفين. إن شاء الله تعجبكم. هدول شوي
هلا هيك الطبق الرئيسي صار جاهز. الرز الدفين مع التبوله سلطه، وعم نستنى هلا رح تعمل لنا ام رزق الغريبه. هلا شوفي خريه صارت لونها عندنا السمنه صار لونها على بياض. فهلا بدنا نزيد نص كاسه من السكر الناعم، بس قبل ما نزيد السكر الناعم دائما لازم نحط رشة صغيرة ملح. وهذا طبعا برضو أساسي، يعني نحط رشة صغيرة، ما بتنكه الملح لكن بتعطي تركز الطعم الحلو للسكر. فعلا هو أي وصفة كيك أي وصفة حلو لازم يكون فيها رشة صغيرة. إذن العيارات مشاهدينا، لهلأ حطينا نص كاسة سمنة، نستنى هاي السمنة على الخلاط لبين ما يصير لونها أبيض، بعدين نضيف عليها نص كاسة سكر بودرة، سكر ناعم. سكر ناعم، هي هيك عنا صار عنا سكر ناعم. هلأ بينخلط شوي عشان كلياتهم يتجانس مع بعض. احركها شوي عشان شايفين كيف، عشان السكر بدنا تنخلط منيح معاها. بعدين رح نكمل لما نحط الطحين بالايد الباقي. اذا هو القوام لتصير فلافي السمنه مع السكر الناعم، ساعتها بتكون الخلطه جاهزه بالضبط. هلا كمان شوي هيك دقيقتين ثلاثة. أيوة على الحال. الغريبة من الأنواع اللي كثير ناس بحبوها، طعمها زاكي وحلو، من دايما الغريبة صغار وكبار بحبوها كثير زاكية. صح كلامك، يعني مقاديرها سهلة وبسيطة بصراحة. هلا بدنا نحط السمنه والسكر اللي استعملناهم على الطحين. هذه الحلو فيها رأسا بتعمليها ورأسا بتخبزي، بس بدي انبه انه الغريبه ما بتنعمل على فرن حامي، ما بتنحط بفرن حامي لانه قوام بتحمر لانه فيها سمنه كثير، عشان هيك لازم. اذا هاي ملاحظه مهمه. أيوة. لانه صح ممكن كمان تسيح السمنه. صح، نحن متعودين دائما اي شيء حلو نكون ضوين الغاز مزبوط. الفرن يعني، ونعمل بفرن حامي. هاي بدنا نحطه بفرن يعني متوسط الى قليل الحراره لبين ما يصير من تحت لونها على لون اشقر. ناس ما بيحبوا انهم يعملوها كثير محمره. يعني قديش تقريبا ام رزق بتخليها؟ يعني هي بين ربع ساعه لثلث ساعه. بدها بتاخذ هذا الوقت. نحن هون حطينا الطحين لانه نص الكميه، حطينا حوالي كاسه طحين، بس عشان رح يتحمل انه نحط كمان نتفه يمكن، وبدنا اياها لبين ما تصير نقدر انه نعملها شكل يعني. هي الغريبة تندعى كيك دعك، مش زي العجينة بدك تعجنيها، فهي هيك لبين ما يتشرب يتماسك الطحين كل الزبدة السمنة. شايفة كيف بدها هيك تندعك بكف الإيد. هلأ بدنا نجرب نشوف إذا تحتاج كمان شوية طحين تكون طرية. بتصور بدها كمان معلقة صغيرة أو رشة يعني. إذا العيار الأساسي كاسة وربع. كاس. هي أيوة. كاسة وربع، وإذا شفتوها بتحتاج شوي من زيت رش. شوي. بس معلقة أنت قديش زدتي؟ يا دوب معلقة صغيرة. ما هي. تمام.
هلا بس بدنا ترجع تعيدي لنا ام رزق كيف ببين معك انه بتحتاج الطحين زياده ولا لا؟ ما هي شايفه كيف طلعي لانه يمكن حتى بدنا كمان شوي حتى ما تلزق كثير على الايد. شايفه كيف بتلاقيها؟ بنحط وبنحط عليها اللوز طبعا حسب الرغبه، بس انا هون بدي احط كمان رشه صغيره. اذا هاي بالتجربه هاي ايوه يعني هاي مع يعني ما بينحزر كثير عليها الا لبين ما تشوفي تعمليها هيك. وهلا بدنا نحط. اذا اللي فهمته منك لبين ما تبطل تلزق بالايد. ايوه تمام. انا بعملهم وبعملهم هلا هيك دوائر وبحطهم ب شايفه تقريبا يكونوا نفس القياس. كل الانواع البسكوت والحلو هو بياخذ وقت يعني، بس الصراحه الغريبه نوع بسكوت سريع يعني اذا كنت محضره كل الاشياء. بعدين تشكيلها ممكن سهل لانه بالايد ما بحتاج قطعات او مش انه عجينه بدك تفردي. حق معي. هلا ام رزق طبعا اذا ورق الزبده مش متوفر نقدر نحطها بصينيه عاديه طبعا وما بندهن زيت صح؟ لا لا لانه فيها كميه سمنه كفايه. فيها كميه سمنه صح. شايفه وبنحط عليها حبه اللوز، طبعا هذا اختياري، ناس بحبوا يحطوا لوز، ناس فستق حلبي بحبوا يحطوا، فهذا برجع للواحد حسب الرغبه. طرية وزاكية. الشكل هذا كتير حلو ويمكن بيكون سهل بالتشكيل ما بياخد وقت صح؟ مزبوط يعني ما بياخد مجهود من الواحد وهو قاعد يسويها صح. لا وفعليا الغريبة من الحلويات العربية اللي الأطفال بيحبوها، يعني نادر ما أشوف ولد ممكن يقولوا إنه ما بيحبوا الحلو العربي هذا أو الكنافة أو هيك، بس الغريبة لا مميزة صح. وبالصيام مرات الا مثلا الواحد بيقول جاي على بالي شيء صيامي، جاي على بالي حلو صيامي، بنرجع بنقول سهله وحلوه وما تجربوا تروحوا على مثلا محلات الا اذا اضطرينا نشتري شيء صيامي جاهز من برا، يعني اللي بالبيت بضلوا احنا عارفين شو حطينا فيه شو مقاديره، بنضل متاكدين انه هذا الاكل صيامي وبركه البيت غير. من غلبك لا زي ما حكيت ام رزق الفرن ما لازم يكون حامي كثير، متوسط لبارد تمام مزبوط. و20 دقيقه تقريبا 20 دقيقة. استنى ايوه وهلا هيك الغريبه صارت جاهزه. هلا احنا ما حمرناها كثير بس هي يمكن ايام شوي. منها لحالها بتتحمر بس اذا حدا بحب يكون لونها اكثر غامق فبنحطها شوي على الشوي. بس بنستنى عليها هي تبرد نتفه لانه الغريبه بتلزق على الايد، فبنستنى عليها نتفه عشان تتماسك عشان تكون ايوه طريه لانه كثير مليانه سمنه. بس شكلها حلو يا خوريه ولا حلو لا؟ كثير حلو شكلها وما اخذت كثير بالفرن بالضبط زي ما قلت حوالي 20 دقيقة. هي بنقدر نتساعد بمعلقة صغيرة او شيء نقدر نحط فيها. هاي احسن لك. شوفي بس ايش اي شيء لانها سخنة بنقدر لانها ما بدنا اياها تلزق. ريحتها كثير طيبة. ريحتها كثير طيبة. يسلم ايدك. وهيك متابعينا خلصت حلقتنا لليوم، اليوم عملت لنا ام رزق رز دفين او مدفونة او قدرة. وعملت لنا كمان تبولة وعملت لنا الغريبة الصيامي.
أم رزق يعطيك العافية وشكراً كثير لإلك. شكراً لك خورية. الله يعطيك العافية والبركة يا رب. شكراً لكم متابعينا، استنونا بحلقات جديدة من برنامجكم طبخة صيامي. الله معكم.